صباح الخير. اليوم من منطقة روضة الحمامة، حبيت فرجيكم هيدا الشغل القرميد اللي نحنا كتير مشهورين بهيدا البلازما الستيل جراي، اللي هو قرميد برتغالي من ماركة سي اس. هيدا الماركة العريقة اللي هي نمبر 1 وورد وايد، رقم 1 بالعالم سنة 1911. بدي بلش انا وياكم بهيدا القرميد المسطح. مثل ما شايفين وراي هيدا القرميد نحن بنسميه البلازما كولكشن، بيجي مسطح ستريت، بتجي في منه الوان جراي فاتح، جراي غامق، اخضر، احمر، معطق. اكثر شيء اللون، اكثر لون نحن عم نشتغل فيه تقريبا بالدوحه هو هيدا اللون، اللون الستيل جراي، الجراي اللي هو اللون الوسطي. هذا اللون مميزته انه بيتحمل الغبار، ما ببين كثير عليه اللون الغبره لانه هو تقريبا جاي من نفس لون الجراي واللون هيك الفاتح. ضمان على هذا القرميد 35 سنه على اللون. هذا القرميد بيعطينا عزل مي، عزل حراري لكل الغرفه او المنطقه اللي هي تحته. القرميد بيتركب على حديد، مبدئيا نحن شغلنا ثلاث ارباع شغلنا على حديد اكثر من خشب. مثل ما بنعرف الحديد هون بالجو بضاين اكثر وبيعطينا صلابه وبيعيش مدته اطول من الخشب، فنحن تركيبنا بيكون كله على حديد. ومثل ما شايفين اي شكل هرمي او بوردر او اطار ديكور كورنيش نحن كله بنشتغله توريد وتركيب اكيد مع فريق التركيب اللي عنا اللي هن المهندسين والاشخاص اللي بيشرفوا على التركيب الموجود عندنا. هيدي الفيلا رح خليكم تشوفوا صورها، مثل ما مبين هون وراي هيدي القطعه اللي موجوده. واكيد الالوان كلها متوفره عندنا بصالات العرض، بصاله العرض الرئيسي على طريق سلوى جنب شركه الميتسوبيشي، وحتى بصاله العرض الثانيه اللي هي كمان موجوده على طريق سلوى حد شركه اوريدو تقريبا على اشارات محطة بترول الجزيرة. رح خليكم تتفرجوا على هيدا القرميد اللي هو البلازما الستيل جراي من ماركة سي اس، صنع في البرتغال. مثل ما عم تشوفوا الكواليتي تبع القرميد اللي موجودة عنا مش موجودة بولا أي مكان، يعني هيدا الدليل إنه قديه القرميد هو صلب، قديه بيتحمل الأوزان. يعني مثل ما شايفين حدا في شخص يعني عم يمشي على القرميد، الوزن بيحمله القرميد بطريقة كتير عادية. مثل ما حكينا السي اس هو البرتغالي الماركة نمبر 1 وورد وايد، رقم 1 بالعالم بالكواليتي اللي مش موجودة بأي مصنع تاني، أكيد مع الضمان 35 سنة. وهيدا شغلنا اللي عم تشوفوه هون مع تركيبنا مثل ما حكينا على حديد، وأكيد رح يكون لنا إطلالات بفيديو تاني، وبشوفكم على خير إن شاء الله.